الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى وشفاء ورحمة ونورا للعالمين، وصلى الله وسلم على خير البرية أجمعين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسلم تسليما كثيرا. درس ريكو يشما شرح أصول ثلاثة، انقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. أم سوري كذا تنزا كذا تنزا سوا وكنتا دا كنغرتا يا قرآن سوري اكتنا. قسم كنغرتا لا يعتقد كثرتنا ويجعل كثرتنا ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا او ان كمان دي سنه سبب وسر، وهذا صحيح ادكك. قسم كنغرتا لا يعتقد كثرتنا ويجعل سنين ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا او ان كمان صور سري ده شيء سبب لستنا، وهذا شرك اصغر على شرك اصغر الكلام. قسم كنغرت لا يعتقد شيء كسرتنا شيء ان السبب سبب مؤثر بذاته شكلا سبب او سبب وكنت ما تتنا ما شكلا ما كلام ذر الترجم وبيده كرمسكون ذن جلب المنافع او فايدة كرم كرم بيجي ودفع المضار او ان الضراء كما كلكت بيجي اكير كم لا كسرتنا، فهذا ارمى شرك اكبر شرك قراوة. اسباب شرعيه سوالنا الشرعي كالرقية الشرعية على ما رقية شرعية هي. فقد جعل الله سبحانه وتعالى كما يسري الرقية الشرعية دا الرقية دا سببا شرعيا لرفع المرض سوى دو شرعي كذا سنة شلان قصا حتنو كما دي سرنا. أسباب حسية أو هذا الشاترين ما سببارنا حسيا بي كالدواء على ما كروني، فقد جعله الله سببا للشفاء على كمان دي كرون دي سبب لنا قاسان نقاتير كمان دي شرا. الحديث الدعاء مخ العبادة قلتنا هذا حديث ضعيف حديث ضعيف، والصحيح ما يجلن هذا قول النبي حديث صحيح هذا شما قول النبي صلى الله عليه وسلم كوري كمان دي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هذا شما صحيح ده. طيب كيف يكون الدعاء هو العبادة؟ فتير لي مدارس عبادة الورجن الآية تدل على هذا دليل دي آية دي دليل زينة كلا ألو كلا شار من رو شي مدار عبادة رو آية دي آية دليل زينة آية نصف. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كما دي سبحانه وتعالى ينوع عبادتي قلز، فهذا دليل أرد دليل على أن الدعاء عبادة شد مدار ما عبادة لنكرة دي آية دي عند رفلسانا. ودليل الخوف دليل دون نريد أن دار قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف هو الانفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. شي خوف دشما أود أن شلن توندين ما أو شلن نيتي أو شلن أذية أو شلن كازيلا كمر نزين ما أرلو كمين ريتي. وقرنه الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده كمان دي قالانو دبسنا كنجانزا لو عرياشة تنيرو ريتر دبكونو شتلون دلونو ريترا كمان دي أمرونو قالانو وشي دا ريتر كلازر الخوف وهو ثلاثة أنواع شي ريتر ما يبكرو يبكتا خوف عبادة وتعظيم وسر خوف دونو عبادة يبي كما دا كمباتي يبي عبادة كما كمباتي كرو الخوف الطبيعي الجبلي شدن خوف دونو كما دي جبلي كما دي ألا كنزا ألا كسنا ريتي أو لا شد رجل دبا لا ريتي أو لا سو ريتي أدي شي يبي كرو الخوف المحرم ريتي دونو محرم يبي يو اللي خوف عبادة نداتو شو وهو خوف العابد من المعبود عبادة ماي أو كم عبادة ما أورو أبتشين ما دور ريتير شنا كمارو وفيه التذلل شلن كلان ذا جد كنتم بيجي والخضوع كلان ذا سام بيجي وتعظيم للمعبود كمان ذا كم باتين بيجي، وهذا النوع واجب لله جري أدي على الواجب وصرفه لغير الله شرك أكبر على نقرون صور نعرف شركة نقرأ لنكر. الخوف الطبيعي الجبلي
خرف ريتو دون ده كمان دي جيري على كبني ادم على سنان على ده على سنان جيري ريتي او لا شاد درجون ريتي عارف كأن يخاف الانسان لمن كم يريد النار كنور والعدو او كلادر والحيوان المفترس دب كم مباتل تمزي مرو ريتي الى اخره جرير درسوتنا. وهذا المباح جير مباح. الخوف المحرم ريتو دون حرم قتر النشمه كالقنوط من رحمه الله رحمه الله انت ما تشلو أو طاعة المخلوق في معصية الخالق أو ألا ريت ألا 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 كم ألا وكم مو تيتي أو دون كمان دي وزننا هذا سما صوشي دي حرام لنكرة دجي أرمى أرش دي حرام لنكرة دي ألا وككلو قلتنا دام كوالان دي رسالة تلت دي ألا دي سما صوصا والحمد لله رب العالمين.